بالدنيا. كالعادة أهم الأخبار أول بول تسمعها الصحية على رجل حي تفهم. والخبر اللي دار اليوم الصباح أنه في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير مواطن يشعل جزء من قسم الجراحة العامة بالمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. صحيح الخبر غلط، أكثر تفاصيل باش ناخذوها في حوارنا اليوم مع سي جوهر المجني مدير الجهوي للصحة بالمنستير. زوم سانتي. سي جوهر أهلا وسهلا. مرحبا بيك ومرحبا بجميع المتابعين. نشكرك على تدخلك معنا. حبينا ناخذ مع سيادتك توضيح في الأخبار اللي تقول أنه مواطن يشعل جزء صغير جراء حريق بقسم الجراحة العامة بالمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. هو اليوم الصباح الفجر دونك عملت ساعتين تاع الصباح عندنا مواطن مقيم تم إجراء عملية جراحية نيبو الفارطة دونك اشتعال المطلع الجراية تاع السرير اللي راقد عليها دونك سرير المريض بذاته دونك تم تدخل مباشر من الفرق الصحية تدخل من الحماية. الحمد لله المواطن هو لباس، المقيمين لباس عليهم دونك الأضرار كانت في السرير وخصوصا في الجراية المطلع اللي راقد عليها اللي هي عملت دخان بيان في النار في واحد الجراية تعمل دخان دونك كانت محدودة الأضرار بالنسبة للأضرار البشرية مثلاش، أما الأضرار المادية محدودة في السرير اللي كان راقد عليه المواطن هذايا ما عندهاش علاقة بحتى حاجة أخرى. هو السرير في ذاته لسبب الأبحاث قاعدة تو أنكور تم اشتعل معناتها اشتعل فيها النار سيتو مثل في الجراية هذه عمل الدخان وتم تدخل كما قلت الفرق الصحيه في المرحله الاولى بعد فرق الحمايه اللي نشكرهم على التدخل السريع نتاعهم. الحمد لله. بعد احاطه نفسيه تو قاعده بالعباد اللي كانت موجوده في القسم في الوقت هذاك كما تعرف الفجر معناتها شويه هكا البانيك، لكن اللي كما قلنا وحنا ديما دعوه للمواطنين لاحترام الترتيب الموجوده في المستشفيات. نعطي فما اجراءات ديما يلزمنا في المؤسسه الصحيه نكونوا قايمين بها ونحترموها. به سي جوهر قبل ما نختم انا معك، بعض الاخبار تقول انه المريض شعل سيجار وهو في الفرش، صحيح هذا؟ هي مازالت في طور البحث. مازلت طب حاب تعطينا اكثر التفاصيل. احترام هو الاحتراق محدود في السرير المعدي مع السرير نتاع المريض هذا وهو الحمد لله على سلامته لاباس عليه. وفما اجراءات ديما نذكروا بها احتراما وقت يكونوا في السبيطار سي جوهر. فما وعي احنا كما تعرف فما انت في مؤسسه صحيه دونك فيلزم يكون وعي كل سواء انت زائر ولا مقيم تحترم كما تحترم تحب احترام تحترم العباد تحترم العباد اللي مقيمه معك والا العباد الموجوده معك. واحنا في مؤسسه صحيه فيها عباد مرضى دونك لازم نكونوا اكثر واعيين في مؤسسه صحيه. سي جوهر المكن مدير الجهوي للصحه بالمنستير ان غرو ميرسي لتدخلك معنا اكسكلوزيفمون على راديو الحياه تفهم وعطانا اليوم الحادثه اللي صارت في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير واللي تاكد لنا انه لا اضرار جسديه الحمد لله يا ربي والاضرار كانت محدوده حد المتلع اللي كانت شالت مع مسعتين التعليل من قبل هاك شفتوا كان فما مواطن مريض كان يقيم غادي بعد اجراء لعمليه جراحيه قاعدين يقدموا لهم في المراقبه والمتابعه النفسيه بعد اللي تتبني كانوا عاشها. هذه اكثر التفاصيل تلقاها في باج فيسبوك راديو الحياه تفهم. كملين معاكم حتى